ليس من وظيفة الدولة تديين الناس ولا إرهاق الناس لكي إيه؟ لكي يقوموا بالشعائر والطقوس كما تعلمون. والله قبل أيام تحدثهم يعني إيه؟ سيدة مثقفة وفاضلة ومسلمة تقول لي يا أخي وتقسم بالله يعني أننا صرنا إلى حالة حين نسمع الأذان نشعر بشعور بئيس كريه جدا جدا جدا، نشعر كأن هذا المؤذن يقول لنا قومي يا كذا وكذا صلي. الدين لا يكون بهذه الطريقة، وعلى فكرة الدين قرآنيا بالذات ليس كذلك. حتى الزكاة مع أنها في جزء منها عبادية، وظيفة عبادية، وفي جزء آخر اجتماعية مالية، وهذا قد يكون حتى الأظهر فيها. على كل حال ومع ذلك قرآنيا الذي يكز ويقبض يده ولا يعطي الزكاة يعاقب بألا تؤخذ منه. نقول له اذهب إلى الجحيم إذن، لا نحتاجها، لن نأخذ هذه الصدقات منك. تخيل، لأنه كما قلنا في جزء منها عبادي، إذا أنت لم تفعل هذا تقرب إلى الله أنا لا أحتاجه. كذلك الصلاة، مش معقول أن أصلي وأنا إيه السيف مسلط على رأسي، صلي وإلا قتلتك، والمصحيح صحيح التزم وإلا ذبحتك، مش معقول، هذا ليس دينا. هذا دولة، هذا منطق دولة تسلطية، منطق الدين لا إكراه في الدين، هذا هو الصحيح. فالعلمانية إذن بهذا الحدود نحن نقبلها، وهذا يرضينا إن شاء الله، وكما قلت يعني يساهم حتى في حل أزماتنا، أكثر من هذا لا نحتاجه.